مزيدا. سبحانك اللهم ربي لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها الإخوة الصالحون، بعد إذن شيخ إسماعيل حفظه الله تعالى الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن يعينه على مسؤولياته الكثيرة، نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقه وأن يعينه وأن يفتح له وأن يسر له على كل المسؤوليات الكثيرة المطوقة لعنقه. في هذا المجلس بأن أتكلم، وكما تعلمون أيها الإخوة الكرام بأنه في الأسبوع الماضي تقريبا حوالي 10 أيام اليوم غادرنا إلى دار الوقاء أمنا الفاضل سيدي مولاي البشير رحمة الله عليه. ومنذ أن غادر رحمة الله عليه الأسبوع الماضي والمجالس تقرأ في هذه الزاوية، مجالس الخير، مجالس الذكر، مجالس الصالحين، مجالس محب هذا الرجل الصالح، والحمد لله دامت يوما بعد يوم، وهذه واحدة من علامات صلاح هذا الرجل. وهذه واحدة من علامات صلاحه وولايته دون شك. مولاي البشير كما تعلمون رجل أجمع الجميع على حبه، رجل يحبه الصغير والكبير، يحبه الرجال والنساء، ما منا من أحد إلا ويذكر شيئا مع مولاي البشير. فقد كان رجلا صاحب أخلاق فاضلة، كان رجلا كريما، كان رجلا مثاليا، لم يسجل عليه أحد منا في يوم من الأيام أنه قال كلاما سلبيا تجاه أحد من الناس. وهذا الرجل جدير بأن نقتدي به، خاصة في زماننا هذا، خاصة في هذا الوقت وفي هذا الزمان، خاصة في مجالس أهل الله. مجالس أهل الله أيها الإخوة الكرام التي ينبغي أن تشع بالأخلاق وأن تكون مثالا يحتذى في الأخلاق، لأن هذا الباب الذي جمعنا يعني مجال التصوف هو كله أخلاق، حتى أُثر عن كثير من مشايخ الطرق الصوفية أنهم يقولون بأن التصوف يلخصونه في تعريفهم فيقولون من فاتك يعني بالتصوف أو كما قالوا يعني ففته بالأخلاق. أيها الإخوة الكرام هي كل شيء، والنبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. الأخلاق كانت موجودة في الجاهلية، كان
كانت موجودة عند العرب، الكرم والعفة والجود والتعاون والتضامن والرجولة، كل الأخلاق الخيرة كانت عند العرب في الجاهلية. وإنما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليتممها وليؤسسها. جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لكي تشع هذه الأخلاق من قلب كل مسلم. والأخلاق هي في القرآن الكريم النبي صلى الله عليه وسلم، كما قالت أمنا عائشة رضي الله عنها: كان خلقه القرآن، كان خلقه القرآن، كان خلقه القرآن. فأهل التصوف إذن هم أهل الأخلاق، أهل التصوف هم أهل الأخلاق. ينبغي أن يجمعوا مكارم الأخلاق، ينبغي أن تكون هذه الأخلاق فيهم. فعندما يصحبون الشيخ، عندما يصحبون شيخا من المشايخ، مشايخ الطرق الصوفية رحمة الله عليهم على من مات منهم، ونسأل الله عز وجل يجعل البركة في الباقي، عندما يصحبونهم يتممون هذه الأخلاق. كل واحد فيهم كيشوف أشنو فيه، شنو شي حاجة اللي بقى فيه ناقصة. فعندما يصحب الشيخ كيكمل، كيشوف الشيخ ديالو مستقيم، كيشوف الشيخ ديالو كريم، كيشوف الشيخ ديالو متعفف، كيشوف الشيخ ديالو يذكر الله، يقوم الليل، لا يشكو منه أحد ولا يسلك أحد، فيقتدي بشيخه، يقتدي بشيخ ديالو. وهذه هي الفوائد ديال صحبة المشايخ، فوائد ديال صحبة المشايخ، أنك لا بد أن تصحبه لكي تستفيد منه، خاصك تصاحبه باش تستفيد منه. صحب الشيخ باش تستفيد منه. ماشي أننا ما يقولوش لنا مشايخ، ما يقولوش عندنا، ما يقولوش عندنا سند ديال طريقة من الطرق الصوفية، وندعي أننا في طار مع الفقراء ومع المريدين، وندعي بأننا نجتمع في زاوية من الزوايا أو ننتمي لطريقة من الطرق بدون سند وبدون إجازة وبدون صحبة وبدون أن تنظر في ما في نفسك من أخلاق تحتاج إلى أن ترقيها، إلى أخلاق تحتاج إلى أن تنميها، إلى أخلاق تحتاج إلى أن تكون فيك. لأن كل الأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم لكي يتكلم على شيء خلق من الخلق، الجليل كثير من الخلق: إنما الصبر بالتصبر، وإنما العلم بالتحلم، وإنما العلم بالتعلم. كل الأخلاق تقتضي وتستوجب مجاهدة، تقتضي وتستوجب مجاهدة، تقتضي وتستوجب منك عملا دؤوبا، عملا دائما اليوم وغدا. لما فيش صبر؟ في صبر اليوم، يحاول ما أمكن أنه يكون في صبر اليوم وغدا وبعد غد وهكذا، يتصبر، يتكلف الصبر، يتكلف الصبر إلى أن يصير من الصابرين. وطرق الصوفية كما تعلم تعتمد على هذا الطرق، طرق الصبر. انظروا وتأملوا في قصة الخضر مع موسى عليه الصلاة والسلام، في كل مرة يقول له: إنك لن تستطيع معي صبرا، إنك لن تستطيع معي صبرا، في كل مرة، في كل مرة كان يحث على الصبر. وأي رجل كما يقول الربانيون والصالحون من الناس ومن العلماء ومن المشايخ، أي رجل أبصرتموه ناجحا، أي رجل لقيته ناجح في أمور الدين أو الدنيا، فعلا
اعلموا ان له نصيبا من الصبر. اعلموا بان له نصيبا من الصبر. له صبر في خدمه الشيخ، صبر في خدمه المشايخ، صبر في خدمه الفقراء، صبر للزوجه ديالته، صبر للاولاد، صبر لعائلته، صبر 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 صبر. كما كان كيقول شيخنا وشيخ تونس بن محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم، كان كيقول كيقولوا الناس الصابر، شكون هو الصابر؟ راه ماشي اللي واجهته واحد المشكله وصبر فيها واحد النهار كيقول على راسو راه صابر. لا، الصابر حقيقه شكون هو؟ الصابر هو النهار اللي كيموت، النهار اللي كيودع الدنيا، كيوقفوا الناس على الطور ديالو تيقولوا هذا الانسان كان صابر، هذا الرجل كان صابر. معنى ذلك أن الصبر يبقى مع الإنسان، مع الصاحب، مع صاحب، مع صاحبه، حتى كيتدفن، حتى كيتدفن أيها الإخوة الكرام. هذا هو الرجل الصابر، هذا هو الرجل الصابر. هذا فقط مثال، فقط مثال لواحد الخلق من أهم الأخلاق اللي خاصة تكون فينا حنا. الصبر طبعا على طاعة الله، اللي ما كيصبرش راه ما يقدرش يحافظ على صلاة الفجر. اللي ما كيصبرش ما يقدرش يحافظ على الوضوء، اللي ما كيصبرش ما يقدرش يحافظ على الصلاة، اللي ما كيصبرش ما يقدرش يحافظ على المحبة ديال خوتو، اللي ما كيصبرش ما يقدرش يحافظ على راسو وسط الجماعة، وهكذا وهكذا بزاف. الصبر يعني فيه بزاف ديال الأنواع وفيه بزاف ديال الدرجات. نعم أيها الإخوة الكرام، وجب التذكير بهذه الأمور، وجب التذكير بهذه الأمور. علاش؟ لأن ملي كنشوفوا أهل التصوف رحمة الله عليهم، ملي كنشوفوا أهل التصوف كنشوفوا مثلا سيدي عبد الكريم القشيري مثلا رحمة الله عليه، كان في القرن الخامس الهجري، القرن الخامس الهجري، حنا اليوم في القرن الخامس عشر، يعني عشرات القرون باش مات هذا الرجل. شنو قال؟ قال وأما الخيام، كيهضر على أهل التصوف، قال وأما الخيام فإنها كخيامهم وأرى نساء الحي غير نسائها. الخيام راه بحال الخيام ديالهم، ولكن النساء ديال ذاك الحي راه ماشي هما النساء ديالها. معنى ذلك أن أهل الطريق في ذلك العصر، يعني في ذلك الزمان كما يراه هو رحمة الله عليه، يعني كان كيشوف بأن صافي ما بقوش الصالحين، الصالحين بداو كينقرضوا، بداو كيقلوا، بداو كيمشيو، بداو كيمشيو. وجاء أبو مدير الغوط رحمة الله عليه، أبو مدير الغوط من علماء الجزائر، من مشايخ الجزائر، ولكن في ذلك الوقت كانت ما كانتش الحدود، كانت بيننا وبين إخواننا في الجزائر، يعني كأنها دولة واحدة. علماء المغرب يزورون تلك المناطق، وعلماء تلك المناطق يزورون المغرب باستمرار، باستمرار، حتى أن مشايخ كثر في المغرب تتلمذوا على مشايخ في الجزائر، ومشايخ كثر في الجزائر تتلمذوا على مشايخ في المغرب. هذا الرجل هو مدفون في الجزائر. أنا أذكر هذا الكلام لماذا؟ لأن معنا هنا بعض الأحبة من دولة الجزائر الشقيقة. هؤلاء من أحباب مولاي البشير الذي ذكرت لكم، جاءوا ليعزوننا في مولاي البشير. هذا الرجل الذي ذكرت لكم بأنه أجمع الكثير وأجمع الجميع على حبه. كل اللي تلقى معه، اللي تلقى معه كيحبوا، اللي تلقى معه كيحبوا رحمة الله عليه. هو كيعرف كما قال لي واحد الفقير قبيل عملي كيسلم عليك ويشد في يده، إلا كتي في اليمين طاح للدار ديالو تيقول لك بسم الله دخل، تفطر ولا تغدى ولا تعشى، كيعرف بعضه بسم الله. ما يمكنش يفاتك قبل ما يدعوك إلى الدار، ويكون عنده اللي كان رحمة الله عليه. المهم أيها الإخوة الكرام، هذا الرجل سيدي أبو مدير الغوط رحمة الله عليه ماذا يقول في قصيدة يحفظها الكثير منهم، تبدأ بقوله: ما لذة العيش إلا صحبة الفقراء، هم السلاطين والسادات والأمراء، فاصحبهم وتأدب في مجالسهم، وخل حظك مهما خلفوك ورى. ما لذة العيش
شيء إلا صحبة الفقراء، هم السلاطين والسادات والأمراء، فاصحبهم. شوف شي يقول لنا، فاصحبهم وتأدب في مجالسهم، وتأدب في مجالسهم، وخلي حظك مهما خلفوك وراء. قد ما خلاو الدور، قد ما بيتي خادم ديالهم، قد ما قدموكش، قد ما مازيدوكش القدام، عرف بأنك راك اللي خير، راه ربي بغا لك الخير، راه ربي بغا لك الخير. باش بحالنا حنا اليوم ولينا خاصنا عيب تنتقدمو، خاصنا عيب تنديرو واحد الجماعة تكون منسوبة إلينا. ما أذن لنا في ذلك أم لم يؤذن لنا؟ نشوف هذا الرجل ماذا يقول في ذلك. هذا كان القرن السابع الهجري. فاصحبهم وتأدب في مجالسهم، وخلي حظك مهما خلفوك وراء. إذا خلفوك اللور عرف بأنك محظوظ، ما عندك ما دير المسؤولية. إذا قالوا لي نخدمهم الحمد لله شكر لله، إذا رضوا لي خادم لهم أنا بخير وأنا على خير. هذه القصيدة أيها الإخوة الكرام قصيدة ممتازة جدا، خصنا دائما نذكروا بأنفسنا في المجالس ديالنا دائما، لأنها ملئت آدابا. كل أدب الشيخ، والأدب مع المريد، والأدب مع الشيخ، وأدب الطريق جمعت في هذه القصيدة. حتى يقول واحد البيت وهو البيت القصيد، يقول: واعلم بأن طريق القوم دارسة، وحال من يدعيها اليوم كيف ترى. شوف هذا القرن السابع، في القرن السابع يقول هذا الهضرة، يقول هذا الكلام: واعلم بأن طريق القوم دارسة، ماشي بحالها طريق ديال القوم ديال الله غادي على ما تلقاش. وحال من يدعيها اليوم كيف ترى. هذوك الناس اللي كيدعيو الطريق راه بحال هذا الشيء. إذا كان سيدي عبد المشاري في القرن الخامس قال: واما الخيام فانها كخيامهم وارى نساء الحي غير نسائها. وجاء مدير الغوت وقال: واعلم بان طريق القوم دارسه، وحال من يدعيها اليوم حقيقه فلا. اي اش غادي نقولوا في اليوم القرن الخامس عشر؟ اش غادي نقولوا؟ ماذا سنقول؟ ماذا سنقول؟ ونعرف بان التصوف وطريقه التصوف هي التشبث بالاخلاق، أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، أخلاق الصحابة الكرام، أخلاق التابعين، أخلاق التابعين. يعني حتى باش ما نطولش، واحد المرة لما أنزل قول الله تبارك وتعالى: الذين آمنوا، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الصحابة شقت عليهم هذه الآية، جاتهم عظيمة هذه الآية. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، يعني هذا الإيمان ديالهم ما فيش الذنوب كما كانوا يعتقدون، كما اعتقدوا. يعني الانسان يامن بالله سبحانه وتعالى ولكن لا يذنب، ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون. هذا الصحابه جاوا عند النبي صلى الله عليه وسلم غيروا ليه، قالوا له: واينا لم يذنب، واينا لم يظلم نفسه. شكون فينا هذا اللي ما ظلمش؟ وشكون فينا هذا اللي ما ظلمش نفسه؟ شكون فينا هذا اللي ما ذنبش مع عمر ما ذنب؟ الصحابه الكرام رضي الله عنهم يقولون هذا الكلام: واينا لم يذنب، واينا لم يظلم نفسه. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ماشي المقصود هما الذنوب كبائر او الصغائر، المقصود هو الشرك بالله، المقصود هو الشرك، وهو مذكور في قول الله عز وجل في سوره الرحمن: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. المقصود من ذكر هذه الآية، طب الصحابة الكرام لما زاد الآية خافوا، قالوا: حنايا كنا مذنبين، كلنا نذنب، لأن الله سبحانه وتعالى ملي خلق الإنسان ما خلقش الإنسان ملك،
مضحكا في لبث الموت. ولكن الله سبحانه وتعالى ماذا سمى نفسه؟ سمى نفسه التواب، سمى نفسه الغفار، وجاءت بصيغه مبالغه، جاءت بصيغه مبالغه. معنى ذلك ان الانسان يذنب ثم يستغفر ويتوب ويعود الى رحاب ربه، يذنب ويستغفر ويتوب ثم يعود الى رحاب ربه، يذنب ويستغفر ثم يتوب ثم يعود الى، وهكذا وهكذا. نعم ايها الاخوه الكرام، وكان سيدنا ابو الدرداء رضي الله عنه وارضاه واحد مره كما ورد في الحديث الصحيح، سيدنا ابو الدرداء مر على واحد الجماعه ولقاهم كيسبوا واحد الصحابي من الصحابه الكرام. علاش؟ لانه اذنب ذنبا، اذنب ذنبا وكيسبوه على ذاك التسبيح. اش قال لهم سيدنا ابو الدرداء رضي الله عنه وارضاه؟ ماذا قال؟ قال لهم لا تسبونه، ما تسبوش، ما تعينوش. هذا السيد هذا قل لقيتو كبير، قل لقيتو طايح كبير، واش غادي تجبدوه ولا تخليوه؟ قالوا لي غادي نجبدوه. قال لهم اذا ما غاديش تخليوه. قال لهم اذا الانسان اذنب فينا، اذا اذنب فينا احد كنصحوه كنوجهوه، فاذا ترك الذنب فهو اخونا، فاذا ترك الذنب فهو اخونا. اذا شنو باش كيسقى سيدنا ابو الدرداء؟ اذا غادي نكرهوا شي حاجه نكرهوا المعاصي، اذا غادي نغضبوا على شي حاجه نغضبوا على المعاصي، اذا غادي يكون تكون قلوبنا مملوءه من شي حاجه تكون قلوبنا مملوءه من المعاصي ومن الذنوب. ماشي من خوتنا، ماشي من احبابنا، ماشي من خوتنا، ماشي من احبابنا. علاش؟ لأن أهل الله شنو يقول لك؟ تيقول لك واحد الإنسان تحبيتي معاه نهار الأول لله، واحد الإنسان تحبيتي معاه نهار الأول لاش؟ لوجه الله. ما تحبيتيش معاه من أجل الدنيا ولا من أجل السوقية ولا من أجل شي حاجة. إذا خاصك دائما تبقى تراعي فيه ذاك النهار الأول اللي تحبيتي معاه على وجه الله سبحانه وتعالى. على وجه الله سبحانه وتعالى، تلك المحبة الأولى اللي كانت. نعم أيها الإخوة الكرام، يعني هكذا ينبغي أن نكون، هكذا ينبغي أن تكون أخلاقنا. دائما لا ينبغي أن ننسى بأننا ننتمي لأهل التصوف. ننتمي لواحد الزمرة معروفة بالأخلاق، معروفة بالإحسان، معروفة بمقام الإحسان. هذوك الناس اللي قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. كنطلب الله تبارك وتعالى في ختام هذه الكلمة أن الله سبحانه وتعالى يخلي القلوب ديالنا دائما صافية، يخلي القلوب ديالنا دائما سليمة، يخلي القلوب ديالنا دائما إن شاء الله متحدة. نطلب الله تبارك وتعالى أن يحول بيننا وبين الشياطين الإنس والجن. اللهم حول بيننا وبين شياطين الإنس والجن. اللهم يا ربي أدم علينا نعمة المحبة ونعمة الأخوة ونعمة التضامن. اللهم يا ربي نسألك أن توفقنا إلى كل خير وأن تحفظنا من كل شر. اللهم اكلأنا بعين عنايتك، اللهم اكلأنا بعين عنايتك. نطلب الله تبارك وتعالى أن يسلك بنا مسالك الصالحين. اللهم اسلك بنا مسالك المشايخ والربانيين الصالحين من عبادك. اللهم يا ربي اختفي بنا اثرهم يا رب العالمين. اللهم اختفي بنا اثرهم يا رب العالمين. اللهم اختفي بنا اثرهم يا رب العالمين. شوف الله تبارك وتعالى يبارك لنا هذه الامطار، اللهم بارك لنا في هذه الامطار، وارزقنا يا ربي عاما مباركا تنبت لنا فيه الزرع. اللهم يا رب ارزقنا عاما مباركا تنبت لنا فيه الزرع وتصلح لنا فيه الضرع يا رب العالمين. اللهم هب صالحنا لصالحنا، فإن لم يكن فينا صالح فهبنا جميعا لسعة فضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم يا رب أدم على بلدنا هذا الأمن والأمان ونعمة الاستقرار. اللهم يا رب ارزقنا فيه النعمة الشاملة. شكرا تبارك وتعالى لملكنا محمد السادس التيسير والتوفيق والنصر والتأييد. اللهم
اللهم ارزقه بعين عنايتك، اللهم ارزقه بفرج الخير التي تعينه على صلاح البلاد والعباد، اللهم احفظه في ولي عهده مولاي الحسن وفي اخيه مولاي رشيد وفي سائر اسرته الملكيه الشريفه، انك سميع قريب مجيب. امين امين امين، والحمد لله رب العالمين.